الحكم وراء هذا اللعب يمرر أمين الطوشي يتعطش للهدف أمين حسنية هنا الارتقاء. شوف جوزة كل لاعبين ضربة رأسية عرضية وباغتت حارس فهد الحمادي كرة للحسنية تمريرة عرضية ارتقاء. ماذا حصل؟ تأخر الحكم وكان تمريرة عرضية ارتقاء للطاوس رأسية جميلة كانت متابعة الحارس لما تجاوزت الأملة صعب جدا اجتمونا إنما شاهد المشهد من جديد رأسية يعني ولكن هنا الحكم رائع الحكم عادل رزق لماذا؟ تأخر واحد 3 ثواني حتى شاف المساعد الثاني صعد المنتصف ملعب عاد صعد لما نقدر نقول